السابعة مساء بتوقيت العاصمة جمينا نشرة رئيسية من الفضائية التشادية. أهلا وسهلا بكم. استقبل صباح اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالقصر الرئاسي وزير الاقتصاد والابتكار وبرامج التنمية لجمهورية الغابون، حيث ناقش الطرفان مجمل القضايا والمهن المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول أفريقيا المركزية. الحبيب حامد وتفاصيل هذا اللقاء. تغيير الهيكل الإداري وإصلاحات العمل في دول مجموعة السيماك هو الغرض من المقابلة والتي تزامنت مع انعقاد مؤتمر صالون الدول للطالب الأفريقي الذي انعقد يوم أمس في العاصمة عين جمينة، والذي من المفترض بأن يحضره الرئيس علي بونغو أونديما. هو فحوى المقابلة التي جمعت فخامة الرئيس الجمهوري إدريس ديبي إتنو مع السيد ريجيس تاتارغاني وزير الاقتصاد والابتكار وبرامج التنمية في جمهورية الغابون. مقابلة استمرت الساعة تقريبا، حمل فيها الوزير الغابوني رسالة خطية من الرئيس علي بونغو أونديمبا إلى نظيره رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، وحملت الرسالة في طياتها أعمال القمة العادية لدول السيماك والتي احتضنتها جمهورية غينيا الاستوائية مؤخرا، والتي درست وناقشت الحلول البديلة لاقتصاديات المجموعة في وقت يشهد فيه العالم أزمات اقتصادية في جميع الأصعدة. مجموعة دول السيماك جانب مواجهة التحديات الاقتصادية التي تقف أمامها، فإن تحديات أخرى تواجه المجموعة وهي التحديات الأمنية والسياسية ومكافحة الإرهاب بشتى أنواعه. هو أيضا أخذ حيزا كبيرا في هذا اللقاء، وقد دأبت دول السيماك في رفع الكثير من التحديات، وهي اليوم تدخل مرحلة جديدة مليئة بكل الحلول الممكنة. الوزير الغابوني عقب خروجه من المقابلة أكد أيضا على عمق العلاقات الثنائية بين ليبريفيل وعن جمينة، وثمن الجهود المبذولة من قبل فخامة الرئيس الجمهورية من أجل تنمية وتطوير دول السيماك والعمل المتواصل على لحمة المجموعة وإثبات التكامل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بين الدول الأعضاء.